من جهته وصف النائب أحمد الجبوري محاولات اختيار مرشح مستقل لرئاسة الوزراء بالبدعة، داعيا الكتل السياسية إلى ترشيح شخصية من داخل مجلس النواب لتولي المنصب. وقال الجبوري في تغريدة له على حسابه في تويتر إنه بعد الفشل مرتين لرئيس وزراء يأتي من خارج الكتل بحجة بدعة استقلالية أصبح لزاما اختيار رئيس الوزراء المقبل من مجلس النواب، مضيفا أن في المجلس الكثير من النواب الذين سيكونون أفضل من المرشحين الذين سبقوهم، مبينا أن ذلك هو أن تلك هي الديمقراطية التي تجعل الشخص المنتخب على رأس السلطة وليس من خسر ثقة الشعب.